كشفت الفنانة نوال الزغبي عن رأيها بالزواج للمرة الثانية بعد أن انفصلت عن زوجها منذ سنوات عدة، وأجرت مجلة لها مقابلة معها. نرفق إليكم أبرز ما جاء فيها. هل تتذرعين بالأمومة كي لا تتعرضي للخداع من زواج ثاني؟ عندما يأتي الشخص الذي يجعلني أثق بالعلاقة يتقبلني ويحترم عملي وحياتي وأولادي وتفكيري، عندها سأفكر بالزواج مرة ثانية. عندما نكون صغارا في السن لا نفكر على المدى البعيد، بل نتقاعد بما تراه أعيننا. عندما نكبر ونختبر الحياة تتغير المعادلة بالنسبة إلينا وتختلف نظرتنا إلى الأمور.